احرص على ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك وبالأخص تمارين المقاومة بعد الإفطار بساعتين أو قبل منتصف الليل، ولكن احرص على استهلاك كميات كافية من المياه خلال فترة الرياضة بشرط ألا تتعدى هذه الكمية 800 مللتر، لأن ذلك سيؤثر على أدائك الرياضي. واحرص على ممارسة الرياضة بنفس الشدة المعتاد عليها لتجنب خسارة العضلات. مبروك عليكم الشهر.